تعمل ايه يا ابني انت وهو؟ ايه دي الاسئله دي؟ اه انت جاي تاني يا دول؟ يعني انت مش عايز تحرم غير لما اعملها معاك؟ وايه ده بسلامته اللي انت جايبه معاك؟ في يا جدع انت؟ ده الباشمهندس ابن صاحب الارض دي قبل ناس البلد. ما تاخذيش يا سعاده الباشا اللي بيعرفك يخالك لا مؤاخذه. مشمش الكرسي بسرعه. عينك بسرعه يا عينك. مين صاحب الفرقه دي يالا؟ المعلم حسن ابويا بس هو بعافيه شويه. يعني اتكلم انا مع مين دلوقتي؟ معايا يا باشا انا الكبير بتاع العالم دي. ولما انت الكبير بتاع العالم دي يصح تيجي تقعد في الارض مش بتاعتكم وتفش عليها الزفت بتاعكم ده من غير ما تستاذن؟ ولا مفكرينها بيبقى سايبه ولا سايبه؟ يعني يا باشا بعد اذنك يعني الارض كده كده هتعمل عليها خاين. ايه يعني ايه الكلام ده اللي انت بتقول ايه يا الله؟ الله الصبح جت عربيه نقلي كبيره محمله خيم حتى من مره سالوا عليه وقالوا فين الاستاذ برنداري ولا مش عارف المعلم برنداري ولا الواد برنداري تقريبا. انا ماليش صالح بالكلام ده. ايه الكلام ده؟ طبعا استاذ عصفور خلونا في موضوعنا دلوقتي. لا اصحى سعاده الباشا الواد ده كده بيشتغلك وبيعمل شغل بره بره، انت بتعمل شغل من ورا الباشا ولا ايه؟ انا ماليش صاحب الموضوع ده، يظهر والله اعلم الاستاذ عصفور. خلاص خلصنا، اللي حصل ده غلط وما ينفعش. ما تجيب من الاخر يا اخين، انت عايز ايه؟ انت قابلت يا بت انوسه؟ لما الرجاله بتتكلم الحريم بتتكتم. انت اسمك نوسه؟ ايوه، في مانع؟ يا بت حط رسالك في بوقك واسكتي. هو ايه ده اللي اسكت؟ الفرقه دي بتاعت ابويا، يعني انا اللي اتكلم. ونوسه ما بتكدبش. انت شكلك عصبيه قوي يا نوسه، ما تهدي شويه. ما تاخذنيش يا سعاده الباشا، خلي كلامك معانا ونظراتك ليا انا عشان يعني طيب يا حبيبي، احنا بقى محتاجين الارض دي فاضيه عشان هنبني عليها مول. تبنوا عليها ايه بالصلاه على النبي؟ مول يا بنت حطوا الصرف في بوقك، قلطم على وشي، اسكتي. ما طولتم. ايه ايه يا بنت يا مسهوكه انت؟ ما تسيب الجدعان يتكلموا مع بعض، ما انا قاعده حاطه بقي خيشه وقاعده من الصبح. وانت ايه اللي حشرك يا وليه انت؟ ما تكونيش فاكره عشان ما انت مرات ابويا. هقول لك ياما. ياما منك يا اتلم بقى منك ليها. اسكت. ما انت شايفه بتقول ايه؟ بس يا جمالات خلي كلامك معايا انا هندسه، انا اللي معايا المصلحه. ما تاخذنيش يعني احنا جينا بلاكو ولفيناها شبر شبر، ما لناش فيها خرم ابره. ربنا وفقني ولقيت الحته دي، وبعدين حط نفسك مكاني، انا معايا حريم، اروح فين بيهم؟ يا جماعه انا مقدر ظروفكم وكل حاجه، بس اعمل ايه انا كمان؟ ابويا عايز الارض دي تفضى حالا، وانا يعني ما رضيتش اروح ابلغ البوليس، قلت اجي اتفاهم معاكوا احسن. بوليس لا يا سعاده الباشا، ده انت كده عداك العيب وقازح، ده عايز اتفاهم يا جمالات، عايز اتفاهم. يا نهار اسود ومنايل علينا وعلى بختنا الاسود، في ايه بس يا سعاده البيت؟ ده احنا ناس غلابه وبنسترزق من اللقمه دي، كلها كام يوم وتخلص السبوبه، وتخلص حاجتي من جارتي. خلاص يا ضربه دخلك شر. هما الناس الاغنياء كده يكرهوا الغلابه ويحبوا يدوسوا عليهم. ليه بس الغلط ده؟ وانا دلوقتي غلطت معاكم في حاجه؟ ما خلاص يا مسهوكه، ده البي بسم الله ما شاء الله بقه بينقط عسل، ربنا يحميك. شكرا يا قدمتك يا ملاك بتاعت البريكيكو اللي بتخطف الكحل من العين. حلو جمالات اختي. قصاره جمالات. بص يا سعاده الباشا، المصلحه معايا انا، انا ممكن ادفع لك اللي انت عايزه بس يبقى في المعقول، وتصبر عليا لغايه ما المولود يخلص. بس يكون المبلغ حنين يا خربوش وخفيف على ايد ابويا. ايه رايك بقى يا زوق؟ ما يتهقليش فيه بعد كده، ناس ولاد حلال وزوق زينا. يا جماعه والله انا حاسس بيكوا بس يعني ما اقدرش. معقوله؟ جريه يا فندم، ده انت الكل في الكل بسم الله ما شاء الله. انا على العموم هسيبكم يومين ثلاثه كده لحد ما تدبروا اموركم. يومين ثلاثه ايه؟ هتقول ايه للباشا الكبير؟ ما تخليك محضر خير يا جدع انت. وانت عامل زي برميل الطرش كده. شفت قلة الادب بتاعتي؟ اسكت انت يا بنداري، انا اتفاهم انا مع بابا. بعدين يعني الحكايه كلها يومين ثلاثه، يعني الدنيا مش هتطير. تشكر على كل حال يا باشمهندس، بس يومين ثلاثه دول مش هيغطوا مصاريفنا، يعني احنا جايين من اخر بلاد ربنا، وبعدين ده موسم بيتعمل من سنه للسنه. عنده حق يا فندينا، وصاحب الفرقه حسن كفته عيان مشلول، وام نوسه ما بتشوفش، واحنا المصاريف علينا جامده قوي، احنا اللي بنشتغل وناكل. لا حول الله يا رب. طيب يا جماعه يعني ما تحملوش هم خالص، اشتغلوا انتوا وانا هتصرف. الصلاه على الصلاه، ادي الجدعانه. قولت مليان حراميه ونشالين، مش عايز حد فيكم ينام، عايز عينيكوا تبقى مفتحه تعرفوا لي ايه اللي بيحصل في المولد بالظبط. مش عايز بقى حد فيكم يركن في القهوه يضرب لي حجرين الشيشه ويشرب لي الشاي سفلقه. ها؟
لازم بقى تعرفوا طريقة شغلي هنا. أنا الشغل معايا نظامه الشرطة في خدمة الشعب، مش الشعب في خدمة الشرطة. واللي نفسه في أكلة ولا دخان ولا حمص وحلاوة يدفع ثمنها من جيبه، مش من جيب الناس اللي المفروض نحافظ عليها ونحميها. كلام واضح؟ واضح يا فندم. جون في علمكم، أنا هتابع كل واحد فيكم، فجأة ممكن تلاقيني فوق دماغك. عشان كده بقول لكم لازم تشوفوا شغلكم صح وتخلي بالك. أنا ما بحبش الظلم، اللي هيفتري هيلاقيني واقف له بنفسه. كلام مفهوم؟ مفهوم يا فندم. كل واحد يروح على مكان خدمته، عايز اشوف شغلكم. اوامر سعادتك يا فندم. صراف. لا انا بكره مش فاضيه خالص. الاول هروح للكوافير وبعدين هروح اعمل بروفة على الفستان. لا معزومه في عيد ميلاد مها بنت انكل عبد القوي جديد. يا مجدي ما تخليها بعد بكره، انا ورايا كذا حاجه. طب باي باي دلوقتي عشان اخويا عمر جه. يلا باي باي. يا عمر. يا حبيبي ازيك؟ الحمد لله. مالك؟ ابدا دول شويه كده. طردت الناس من الارض؟ اسكتي، دول طلعوا ناس غلابه قوي، يا دوبك جايين يسترزقوا من المولد. يا سلام، وهو بابا بتاع الكلام ده؟ انا اتفقت معاهم يقعدوا يومين ثلاثه كده وبعد كده يمشوا. وافرض بابا عارف هيكون الوضع ايه؟ وهو بابا فاضي للمشاكل دي؟ وبعدين انا عارف ان هو مسافر لبنان يعمل شغل بعد ما يحضر عيد ميلادنا. بس بقول لك ايه، انت شكلك كده راجع مش تمام. اصل بصراحه صعبانين عليا قوي، دول لسه هيبتدوا شغل من بكره. طب بقول لك ايه، بما انهم غلابه كده احنا نديهم قرشين ويسيبوا الارض. لا قرشين ايه، ما ينفعش. هم صحيح غلابه وكل حاجه، لكن واضح ان هم عندهم كرامه وعزه نفس. دول كانوا عايزين يدفعوا جل الارض. خلاص يا حبيبي قول لبابا الكلام ده. كان فيهم حته بنت حلوه حلاوه، قمر يا ماما قمر. سندوتش شعبي، سندوتش فول. ماله يا جمالاء، نعمة ربنا يديمها علينا. ونعم بالله يا اختي، بس نفسي تاكل المحمر والمشمر، نفسي تبقى فوق في العلالي. محدش بياخد غير نصيبه. ونعم بالله. امال انا زمان بقى كنت تشوفيني بعمل ايه؟ كنت بعمل نمرة انا وابوك، وكنت مكسرة المولد ده، كنت ترش الملح ما ينزلش، كانت الناس زي النمل. لكن هعمل ايه؟ من ساعة ما ابوك اتصب في رجليه وانا قعدت وربعت جنبه.